ابني اللي انت بتعمله ده؟ مفيش الراديو ده كان كل شوية يفصل، خدته ونقعته في البانيو ونضفته وبرضو مش راضي يشتغل. نقعته فين؟ في البانيو؟ اه نقعته في البانيو ونضفته وحطيته في الشمس عشان ينشف وبرضو مش راضي يشتغل. ما جايز يكون ما نقعتوش في المية كفاية، يعني عايز وقت أطول. لا والله ده أنا نقعه طول الليل وطلعته من المية الصبح. ما بيشتغلش. اه وعاوز يشتغل؟ طبعا امال ايه انا من رايي تجيبه وتعلقوا مكان النجف فوق كده حتى شكله كويس حتى لو فيه شويه ميه هينزلوا منه انت بتهزر اكيد طبعا بهزر ايه بس ايه الدماغ اللي انت عاملها دي انت ضارب ايه على الصبح هو باين عليا ولا ايه لا بجد انت ضارب حاجه ولا ايه سندوتش طعميه من عند عمك اسلام من هنا بيعمل طعميه حكايه وحشه جدا ما تحبش تحطها في بقك بس مضطرين نجيب من عنده عشان هو اقرب واحد للبيت طيب سيبك من الاكل والراديو والكلام ده كله انا جالك اصلا في موضوع خير انت مزعل مراتك منك ليه تاني مراتي انت جبت الكلام ده منين الكلام ده كله ما مظبوط حتى ده هي دلوقتي عند اهلها طلبت منا أروح لاهلها سبتها تروح لهم اهو ايوه اهلها مالك بقى قفش عليهم ليه مش نازلين لك منظور ليه قرش ملحتهم ليه المشكله ان هما ييجوا لبنتهم يعني المشكله ان هما يزوروها يعني بتبوس في وشهم ليه ما تسيبهم يا عم يجوا براحتهم ويمشوا براحتهم انت ايه اللي مزعلك يعني يجوا براحتهم يجوا براحتهم ازاي يعني هو مش البيت ده ليه راجل ولا ايه بقولك ايه سيبك من شويتين دول وما تعملهمش عليا انا الله يرحم ايام ما خربت الملوخيه وايام القفل اللي كان مهري خلينا نتكلم مع بعض عشان نعرف هنعمل ايه اه؟ لا ولا حاجة انت بس مزعل الناس دي ليه ما تسيبهم يا عم يقول لبنتهم براحتهم يا عم انت زعلان في ايه وبعدين اقله لو انت ما انتش موجود في البيت او حد قاعد معاه بيسليها يبقى انت ايه اللي مزعلك يعني لا سيبك انت من الكلام ده كله انا عارف انا بعمل ايه طيب ليه ما بتخليهاش هي اللي تروح لهم ما دام كده مش عاجب خليها تروح لهم المشكله يعني لما هي تروح لهم ليه ان شاء الله هنقضيها جري في الشوارع رايحين جايين رايحين جايين يعني أنت لا عايزها تروح لهم ولا عايزهم يجوا لها وإذا حد منهم اجا تقوم متبوظ في وشهم وتصدر لهم الوش الخشب ده ينفع؟ أيوه يا سيدي وأنا مالي ومالهم مالهمش دعوة بينا وإحنا كمان دعوة بيهم. إزاي يا ابني؟ دي بنتهم فاهم يعني إيه بنتهم؟ يعني حتة منهم ما ينفعش إن أنت لمجرد إتجوزتها تمنعها إن هم يشوفوها أو إن هي تشوفهم أو تتحكم فيهم بالطريقة دي، أنت ما أنت إتجوزتها. يا عم انا ما بستريحش للناس دي ما تضايقنيش بقى انا ما بستريحش لاي حد من الناس دي لا حماية ولا حمادي ولا حتى عيالهم طب اشمعنى الاول بقى كنت فرحان ان هم وافقوا عليك ومستريح لهم وحاسس ان هم احسن ناس فاكر كانوا بيعاملوك ازاي لما كنت بتروح لهم البيت فاكر كانوا بيكرموك ازاي ويدخلوك بيتهم وهم فرحانين بيك ازاي هو ده رد الجميل هو ده رد الجزاء ان هم جوزوك بنتهم او ادوك حته منهم تقوم انت تعاملهم المعامله دي يا عم انا ما بقولش حاجه بس الواحد بيحب يستريح في بيته مش معنى كده ان كل لما اروح البيت الاقي حماتي قاعده في البيت او الاقي حمايا قاعد في البيت مش شغلانه هي يعني مش كل شويه اروح الاقي حماتي قاعده لي في البيت يعني ليه يعني لو هم قاعدين عندكم طول النهار يعني عايز تفهمني ان هم سايبين شغلهم ومصالحهم واكل عيشهم وقاعدين طول النهار في بيتكم لا مش للدرجات دي يعني بس بس ايه وبعدين انا هقول على حاجه انت طبعا عندك اولاد واللي انت بتعمله النهارده هيترد لك بكره يعني الحاجه اللي انت هتعملها النهارده كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هينفذ اللي انت عملته ده هيتعمل فيك بكره كما تدين تدان فالحاجه اللي انت بتعملها النهارده اعرف وتاكد ان هي هترد لك بكره يا جدع بجد زي ما بقول لك بالظبط يعني انت ترضى ان بنتك بعد ما تكبر وتبقى عروسه وهي بتكبر قدام عينيك لحظه بلحظه طفله صغيره رايحه الحضانه وبعدين تدخل المدرسه وبعدين تدخل الجامعه وبتكبر معاها كل يوم يوم بيوم وبعد ده كله الحياه دي كلها يجي واحد لمجرد ان اتجوزها واخدها بيته يمنعك ان انت تشوفها او هي تشوفك او تروح لها او هي تجيلك او تتكلم معاها لو انت مكانه هتعمل ايه؟ ده انا كنت طقطم زمره رقبته طيب يعني هم من حقهم الوقت يعملوا فيك ايه؟ بص يا صاحبي انا هقول لك على كلمتين تحطهم حلقه في ودانك اوعى تبقى انت بتقطع رحم موصوله يعني ما ينفعش ان انت تكون سبب في قطع رحم ما ينفعش انك تبعد ناس عن اهلهم انت بتفصل بتبعد الناس عن اهلها ليه خلي ده عند اهله خلي اللي عايز تروح لاهلها ما تروح لاهلها عايز لما اهلي يروحوا يشوفوا بنتهم يروحوا يشوفوا بنتهم ايه المشكله يعني واعرف ان كما تدين تدان انت من حقك انك تشوف بنتك وتشوف اهلك زي ما هي من حقها كمان ان هي تشوف اهلها واهلها يجوا يشوفوها ما تجيش انت النهارده تمنعها من حاجه زي كده ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على اللي انت بتعمله ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع على هذا العمل واللي انت بتعمله ده ما هوش صح وربنا هيجازيك عليه وهيحاسبك عليه يا معقوله كل ده طب انا اعمل ايه دلوقتي ولا اي حاجه كل المطلوب منك ان مراتك لما تقول لك عايزه اروح لاهلي قول لها اتفضلي تروح زي ما هي عايزه ولما حد من اهلها يجي يزورها في البيت يقعدوا ينوروا ما تبوست في وشهم ولا تصدر لهم الوش الخشب خليك طبيعي جدا ويضحك في وشهم واتكلم معاهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك خلاص يا عم كلامك مظبوط والله انا خلاص كده فهمت انا هعمل ايه وهقول لها تنور البيت في اي يوم يا حماتي